بصراحة كلام غريب جدا، وكلام من وجهة نظري ان هو كلام مش منطقي. ممكن تكون الإصابة العضلية ممكن نتكلم فيها، لكن ان تكون الإصابة لا قدر الله، لا قدر الله رباط كذا او كذا او كذا او وتر اكيلس، اعتقد الموضوع بيبقى مختلف تماما. لكن هنقول ايه يعني، هي دي كرة القدم، من حق كل واحد يقول وجهة نظره، وعلى الجميع ان يتقبل وجهات النظر المختلفة، واللي عنده رد ويرد بمنتهى الادب والاحترام، ما عندناش اي مشكلة. كشف المكسيكي خافير أجيري عن عدم تحمل أحمد ناجي مدرب حراس المرمى مسؤولية إصابة جنش. قال ومن قبله عامر عامر حادث عرض لعلاقة له بالحمل التدريبي، وعلى مستوى المباريات أكد أنه يسعى إلى تصدر المجموعة ومواصلة المشوار. كابتن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي بيقول لا بديل عن حصد 3 نقاط أمام أوغندا وإصابة جنش صادمة. أيضا المحمدي بيكشف سر تفوقه الهجومي مع الفراعنة ويؤكد البطولة من نصيبنا. يا رب إن شاء الله يعني يتحقق كلام أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني. أيضا استاد القاهرة بيفتح أبوابه غدا في تمام الساعة 1 ظهرا استعدادا لمباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب أوغندا. زي ما حضراتكم عارفين من بكرة بقى إن شاء الله كل مباريات ستلعب، كل مباريات كل مجموعة ستلعب في وقت واحد. فاكرين موضوع الوقت الواحد اللي احنا اتكلمنا فيه ده ولا مش فاكرينه؟ يعني هل انتوا فاكرين الكلام ده لما احنا اتكلمنا وقلنا يعني النادي الأهلي، أنا مش عايز أدخل أهلي وزمالك والكلام اللي بيقعد يتقال ده، ولكن يعني ده الصح يا جماعه، ده الفير بلاي. الفير بلاي ان النادي الاهلي لما يطلب ان كل مباريات الدور او الاسبوع الاخير ال 34 تلعب في وقت واحد، ده الطبيعي على فكره. النادي الاهلي ما بيطلبش حاجه غريبه جدا، او النهارده او ابتداء من بكره ان شاء الله كل مباريات المجموعه الاولى مثلا هتلعب، اللي هي المباراتين مصر هتلاقي اوغندا الساعه 9 وايضا زيمبابوي هتلاقي كونغو الساعه 9 برضه. يعني ده اللي احنا عارفينه في كرة القدم. فالمهم يعني برضو مش عايزين نرجع للي فات، وخلينا دايما نبص للقدام. ودايما الحقيقة كل ما واحد يجي يتكلم على حاجة او ينتقد حاجة او يعمل حاجة، بفتكر حفل الافتتاح العالمي اللي كان معمول. حفل افتتاح بيديك دايما كده طاقة ايجابية، والله تبقى حاسس ان انت وانت نازل كده مبسوط وفرحان وسعيد باللي حصل في حفل الافتتاح، سعيد بالتنظيم، سعيد باليوفط اللي بتتحط دايما من كل جماهير العربية والإفريقية اللي موجودة. بالمناسبة موريتانيا دولة عربية عشان تبقوا حضراتكم، يعني لو في ناس مش واخدة بقى، موريتانيا دولة عربية، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، الأربع دول معاهم مصر طبعا دول أفريقية عربية. وبالتالي شفت امبارح أو أول امبارح كان كل جمهور موريتانيا رافع يافطة وبيقول بنشكر مصر على حسن الاستضافة. ده واجبنا، واجبنا كمصريين الحقيقة أن كل الجمهور اللي عندنا يتم استضافته على أعلى مستوى وبأفضل شكل وبأفضل وفي أفضل الأماكن وفي أفضل كل شيء الحقيقة، وبيتم معاملة الجميع بشكل رائع. وانا يعني مش انا لوحدي، كل الناس الحقيقه بتخش وبتبص وبتشوف، وبنروح هنا وبنروح هنا وبنروح الاوتيلات وبنروح هنا وبنروح هنا عشان نعرف المستوى اللي الناس عايزاه، هل هو المستوى جيد ولا مجرد كلام بيتقال وخلاص. فالحقيقه لا، هو مش مجرد كلام بيتقال وخلاص، لكنها الحقيقه الواقعه. ده اللي بيحصل، كل الناس مبسوطة، كل الناس سعيدة في بعض الأمور العادية، يعني مش عارف إيه كذا كذا كذا، لكن في النهاية هي أمور عادية بتحصل في كل العالم. لكن المحصلة النهائية، شكرا لكل المسؤولين عن هذه البطولة، شكرا للمسؤولين في الدولة، شكرا لمحمد فضل، شكرا لكل الموجودين أو المسؤولين عن هذه البطولة، وكل الشغل والجهد اللي اتعمل في هذه البطولة. فبكره ان شاء الله الافتتاح، افتتاح استاد القاهره، او يعني استاد القاهره سيفتح ابوابه في تمام الساعه 1 ظهرا استعدادا لمباراه منتخبنا الوطني ضد منتخب اوغندا. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع بعد هذا الفاصل، هنتكلم بقى عن اخبار المنتخبات الافريقيه الاخرى. هنطلع فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم.